بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة وصفة لطيفة وجميلة جدا 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 من اوراك الدجاج. هنعمل من اوراك الدجاج وصفة اسمها الحمام الكذاب. هعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا ان شاء الله. هي وصفة رائعة وطعمها تحفة، وان شاء الله تجربيها وتعجبك وتعتمديها بعد كده في كل وصفاتك. تعالي بينا على الطريقة وعلى المقادير، بس قبل ما نروح ياريت اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا عندي هنا في المقادير وركين فراخ زي ما انتوا شايفين، مخلي منهم العظم غسلان كويس ونقعيهم في مية وليمون علشان يتشال منهم اي زفارة. شلت منهم العظم كله زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. وبعد كده جبت بقى هجهز للحشوة اللي انا هحشي بيها الحمام الكذاب بتاعي او اوراك الفراخ. عندي بصلتين قطعتهم زي ما انتوا شايفين مكعبات بالشكل ده. بعد كده هرفعهم على النار بشوية من الزيت او قطعة من الزبدة او قطعة من السمنة على حسب ما تحبي، وهبتدي ان انا اشوح البصلاية بتاعتي على النار. عايزة اقول لكم الوصفة دي تحفة جدا جدا جدا، حلوة قوي قوي قوي. طبعا مش زي الحمام، ولا يعني هي قريبة من الحمام شكلا بس، لكن كطعم لا، هو طعم الفراخ طعمه ما تغيرش كتير على فكرة خالص، بس تغيير في تقديم وصفة الفراخ. وعندي هنا الحشوة زي ما انتوا شايفين، ده فريك منقوع لمدة 3 ساعات. هجيب بقى بعد كده الفراخ بتاعتي، هتبلها بشوية ملح وشوية فلفل اسمر من على الوشين، وهدعك فيها التتبيلة بتاعتي او الفلفل والملح بالشكل ده، وهسيبها على جنب لحد ما ابتدي اخلص الحشوة بتاعتي او اجهز الحشوة بتاعتي. تمام كده على النار بقى. هنا جبت البصلاية سبتها دبلت شوية، وبعد كده نزلت عليها بفصين ثوم متقطعين حلقات، وعندي القنصاية 2 قنصاية قطعتهم كده علشان خاطر اظبط بيهم مع الفريك. طبعا بيتحط كبدة وقناصة، بيتحط رز، بيتحط ما بيتحطش خالص عادي، يعني مش فرقة زي ما بتحبي وزي ما بتعمليها. هبتدي اشوح بقى الفريك مع الكبد والقوانص والثوم والبصل، وبعد كده هنزل عليها بالتوابل، نص معلقة من الفلفل الاسمر ونص معلقة من الملح وربع معلقة من بهارات الفريخ. هقلبها كويس كده لحد ما اتأكد ان الفريخ بتاعي اتشمع او اخد تغليفة من المادة الدهنية علشان ما يعجنش. بعد كده هنزل عليه بمقدار المية المناسب، وبعد كده هغطيه واسيبه على النار لحد ما يستوي لمدة تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة. كده خلاص الحشوة بتاعتي جهزت. هجيب بقى دلوقتي، جبت ورق فويل هلف عليه، مش هلفها بالخيط الدبارة، دي اسهل كتير. جبت ورك الدجاج زي ما انتوا شايفين كده او ورك الفرخة، هبتدي ان انا احط فيه الحشوة. طبعا انت تحطي الحشوة اللي تكفيه، مش هتحطي كتير. تمام كده. التجويفة دي بقى اللي هي بتبقى عند الدبوسة، انا ما قطعتش الجلد بتاعها في الوصفة دي. عامة اهم حاجة جلد الورك ما تقطعيش منه ولا اي حاجة، لان انت بتعتمدي في اللف على الجلد بتاع الورك. بعد كده بقى هحاول ان انا الف اللحم على بعض رول، والجلد زي ما انت شايفة كده هضغط بيه على الحشو بتاعي وهقفل بيه كده. تمام كده زي ما انت شايفة. مرة كمان هي عشان تاخدي بالك كويس. هي وصفة سهلة وبسيطة جدا زي ما بقولك، هي مفيهاش طعم حمام ولا اي حاجة يعني، بس هو طريقة جديدة في ان احنا نحشي اوراك الفراخ. وصفة حلوة يعني وجميلة، بس بعيدة كل البعد عن الحمام يعني. تمام. بعد كده بقى هبتدي اضغط جامد ورق الفويل، تمام كده، والف بقى واضم علشان لما انزلها المية ما يدخلش جواها مية. هبتدي اعمل معاكم برضو الورك التاني. الاوراق ديت انا اللي خليتها، يعني انا اللي شلت العضمية، بتبقى فيه عضميتين كده بالطول في قلب الورك. هبقى اعمل لكم فيديو بيها واقول لكم ازاي نقدر نشيل الورك، نقدر نشيل العظم من الورك، نخلي الاوراق او نخلي الفراخ بشكل عام يعني. تمام كده هضم كده الجلد
وابتدي ان انا اقفل. طبعا بقى اللي فيها باي طريقه انت عايزاها، يعني مش هتفرق طريقه اللف. انا كنت بحاول الف اللفه دي علشان اخلي شكل الورك، يعني انا خفت اللفه تاثر على شكل الورك، كنت عايزاه يبقى قريب شويه من شكل الحمامه. بس طبعا لما جيت انزله الميه اكتشفت ان اللفه دي مش هينفع، فحطيتها تاني في ورق فويل وعملتها زي التانيه كده، لميتها من الجنبين. بعد كده نزلتها بقى في ميه مغليه، طبعا مش هتبل الميه ولا احط لها اي حاجه لان الفرخه مش هتستفيد باي توابل من اللي انا هحطها، او الوراك مش هتستفيد يعني. سبتها على النار بقى تغلي لمده ساعه الا ربع علشان اتاكد ان الاوراك استوت. بعد كده بقى هطلعها بالراحه، حاولي بالراحه جدا. طبعا انا كنت مستعجله فكنت بطلعها وهي سخنه، لكن انت لو مش مستعجله تقدري تستني لما تبرد عادي. زي ما انتوا شايفين بقى الميه اللي نزلت اهي، او الميه اللي كانت في الحله، تمام كده. خليكي حريصه جدا وانت بتفكيه وهو سخن. بعد كده بقى حطيته في صينيه واديت له شويه من الزيت كده على كل ورك او كل حمامه كدابه، شويه من الزيت، ودخلتها الفرن لمده نص ساعه لحد ما خدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا شكلها من بعيد اللي يشوفها ما يفرقهاش خالص عن الحمامه، يعني شكلها رائع ووصفه جميله وطعمها الحقيقه كان حلو جدا جدا جدا. بس هي يعني فراخ، يعني فراخ محشيه ملهاش علاقه ابدا بالحمام، عشان كده هم تقريبا قالوا حمام كذاب. عامه الوصفه حلوه جدا وتحفه وهايله جدا جدا جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها. لو الوصفه عجبتكم ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب، وشكرا ليكم. سلام عليكم ودمتم امنين يا احلى متابعين.